ايه البرج نفسه بقى ده ارتفاعه قد ايه؟ ارتفاعه 75 متر من البرج لوحده لعند رأس العذراء مريم. العذراء مريم التمثال الطول 7-9 أمتار وزن 7 أطنان. وهذا طراز إيطالي مش كده؟ بإيطاليا بيروني فنان كبير ذهب أيضا لمطران أرتيمس جواكيم لعنده على روما وطلب منه مواصفات خاصة لأهالي هو نفسه اللي عمل تمثال سيدة المنطرة؟ عفاكي راح المطرانين سوا مع بعضهم بصير خوري مطران صيدا أفتيمس سواكيم مطران زحلي راحوا مع بعضهم على روما لحتى يطلبوا هالمواصفات وهون المواصفات طلب يكون شكلها لأنه عادة عذراء مريم بيرسموها بشكل أبيض وعيون زرق أو خضر بينما هون قالوا لا نحن بدنا تكون موديل حنطية اللون ما تكون مبينة أجنبية بدنا إياها بنت المنطقة الزحلة هيدا من الأسباب تاني شيء بده يحملها عن قود عنب لأنه الأرض هون زراعة عنب كتير والخمرة التي تتحول ضمن القداس إلى جسد إلى دم وهي يسوع وهي بتحمل رب المبدأ زيته بتحمل يسوع ويسوع قال له بدنا تحمل قمح سنابل قمح لأنه كمان هنا الأرض هون زراعة القمح قوية كتير بسهل البقاع بالوقت زيته نصنع منه الخبز الذي يتحول ضمن القداس إلى جسد يسوع المسيح فالعذراء مسكة عنقود عنب وقمح فكده جسد ودم ربنا صح. صحيح رمزية مدنية ورمزية دينية اللي هي أهم الاتجاه بتاع التمثال يا بونا متجه ناحية الشرق طبعا صحيح الاتجاهات الطبيعي بتاعة التماثيل الموجودة للعذراء في لبنان موجودة طبعا كلها للشرق هل ده يعني بيبقى بيرمز لحاجة معينة هل ده بسبب حاجة معينة مذابحنا الكنسية كلها نحو الشرق تشرق الشمس من سبح الله من بداية نهارنا إلى غروب الشمس هذه رمزية بالكنيسة موجودة سابقا ومستمرة لأن إلى اليوم كل المذابح بالكنيسة تكون نحو الشرق عايزة بقى أتكلم مع قدسك شوية في مكانة العذراء في قلب الزحليين يعني الزحليين أو أهالي زحلة العذراء عندهم زي ما قدسك قلت لنا كده إنه بيحبوها قوي وبيحترموها جدا لها مكانة مختلفة بيتعاملوا معاها زي في الحياة اليومية العذراء ده دخلت مش بس للتراث الموجود في لبنان ولكن كمان بقت جزء لا يتجزأ من حياة اللبناني خاصة الموجودين في زحلة فنتكلم في الجزئية صح أهالي زحلة في عندهم شجاعة بتكوينهم وعندهم وفاء في وفاء للعذراء مريم اللي خلصت لهم بلدهم عدة مرات من الحروب هذا وفاء لها كل يوم بدون شكره ولذلك هذا المقام من وقت ما بني إلى اليوم بتجي لهون حضرتك إذا بدك الساعة 6:30 الصبح 7 الناس رايحة على شغلة بتمروا على العذراء أيوة مريم صحيح. بتصلي بتضوي شامعة بتشكر العذراء بتفل هن وراجعين بيرجعوا بيمروا العذراء مريم صحيح. الناس اللي بالمنطقة كلها سوا كل الطوائف يزورون العذراء مريم من يأتي من منطقة بيروت من مناطق الشمال وين ما كان بيمرقوا بالبقاع بيشوفوا هذا البرج كأنه عم يدعيهم منارة بيمروا وبيصلوا بهذا المقام كل الطوائف حتى الطوائف الإسلامية 5-10% من الزوار هن من الطوائف الإسلامية صحيح. كمان بيحطوا شامعة بيضووها على نوايا كتير وبيصير معهم بعض العجائب إذا بدنا نسميها إنما طبعا مش مدروسة ضمن الكنيسة بيجوا بيشكروا العذراء مريم إذا بدي خبرك عجيبتين عجيبة سريعة طب إحنا ممكن نبدأ نتكلم في المعجزات أو العجائب اللي عملتها العذراء هنا بس وإحنا بناخد الجولة ونوري لكل المشاهدين نشوف البرج نفسه بقى عامل إزاي وإحنا طالعين في البرج لغاية ما نوصل للتمثال نتكلم في العجائب أوكي نتفضل